أقدم لكم استراجية عجلة الحظ. رقم 11 90 واحد أكمل الفراغات التالية: عزل السلطان العثماني نقط وعينة نقط، والي على مصر عزل السلطان العثماني خرشد باشا وعينة محمد علي باشا. السؤال رقم 10: ما النتائج المترتبة على تخلص محمد علي من المماليك؟ الانفراد بالحكم، الانفراد بالحكم وتدبير محمد علي مسمح القلعة. ما هي الأساليب التي اتبعها محمد علي في التخلص من المماليك؟ واحد، تدبير مذبحة القلعة. اثنين، المعنوع من المناصب المهمة مثل منصب شيخ البلد. ثلاثة، متردد في كل مكان. السؤال رقم 9 سي: ما النتائج حملة فريزر الاستيلاء على حكم مصر، الاستيلاء على مصر وخلع محمد علي وتولية محمد بكلال.